مشاهدينا الكرام، بنرجع مرة تانية وبعد ما شفنا مع حضراتكم هذا التقرير وهذه اللقاءات، شفنا يا دكتورة هالة أنه فعلا في البعض بيقول بيسمعوا شائعات كتير وبيبقوا عايزين دايما يتأكدوا من مصدرها الرئيسي. عندنا الحقيقة كذا نقطة عايزين نلقي عليها الضوء بشكل. حضرتك قلتي كلمة فلتر، ودي كلمة جميلة جدا أنه احنا نعمل عملية تنقية للأخبار وللمعلومات اللي احنا بنسمعها. إزاي كل مواطن يكون عنده الوعي الكافي علشان مش أي خبر يسمعه أولا يردده أو يصدقه أو ينقله بينه وبين أصدقائه؟ في الحقيقة أنا شايفة أن دماغ الإنسان عاملة زي الوعاء. لو الوعاء فاضي احنا ما فيش حد مخه فاضي طبعا، ولكن هيبقى فيه هواء، اذا هيسمح بان يخشوا اي حاجه. لو مملي ميه هيسمح بان برضو دخول اي حاجه. اقصد بالمثال ده ايه؟ ان احنا لازم نربي عقولنا، لازم نملى افكارنا. لو انا مش عارف اي حاجه عن مثلا المياه في مصر، ايوه، اذا لازم اقرا من مصدر واثنين وثلاثه. صحيح. عندهم مصادر رسميه موثوق فيها، وهي ديت اللي احط تحتيها كذا خط. صحيح. مصادر رسميه تمام. موثوق فيها، فيها ارقام صحيحه، فيها اخبار صحيحه، هي دي البدايه علشان اقدر اتكلم في موضوعات مرتبطة بالمياه. تمام. عندي أتكلم عن البيئة. لازم صحيح. أقرأ عن موضوعات مرتبطة بالبيئة عشان أقول والله الحكومة بتعمل كذا، عن المرأة، عن كل حاجة. لازم أملى دماغي الأول، أكون عقلية ناقدة، وبعدين أقدر ولازم أقول آرائي في كل شيء، ولكن آرائي يجب ان هي تكون هاديه. صحيح. موضوعيه. صحيح. تناقش، ما فيش مانع في مجموعه مستنيره ذات فكر ورؤى. صحيح. علشان يستقر في قلبي وعقلي ان انا معلومتي اللي انا بتبناها معلومه صحيحه، وفي صحيح. الحاله ديت اقدر انقلها للي بعدي وانا قلبي مطمن ان انا ما بدلوش معلومه مش صحيحه. صحيح. ولازم المشاهد او لازم المواطن المصري بشكل عام دكتوره هاله يبقى عارف ان مواقع التواصل الاجتماعي دي ليس عليها اي رقابه ولا متابعه ولا ليها مصادر موثوقه، يعني الاعلام المصري سواء الاعلام الحكومي او الاعلام الخاص، احنا طبعا بنتكلم على القنوات المحترمه يعني اللي لها كل التقدير والاحترام. الاعلام الخاص بيكون ليه مصادر موثوق فيها، بيكون ليه مصادر مؤكده، بيكون في جهات تتابع هذا الإعلام وهذه البرامج وهذه الأخبار اللي بتبث من خلاله. لكن مواقع التواصل الاجتماعي دي، مع احترامي، أي حد عنده أي موقع على أي نوع من أنواع مواقع التواصل الاجتماعي يقدر يقول أي كلام، يقدر يطلق أي أكاذيب، أي شائعات. فلازم هنا يبقى عندنا الوعي الكافي للتفرقة بين الإشاعة وبين الحقيقة. في الحقيقة أنا ضد تماما السياسة اللي كتير مننا بينتهجها، في اللي هي ان انا اشير. بالظبط. اشير يعني ابعت اللي بيجي لي. هي كلمه محرفه من شير. أيوه. ولكن بتحصل كتير على الواتساب او على الفيسبوك او على اي من صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي. عايزه اقول لحضرتك ان لازم درجات الحذر تعلى. يعني انا امبارح جالي، مع اني حريصه جدا، جالي على واتساب دوله عربيه سفارتها في دوله افريقيه انفتحت حاجه وفيديو كامل. حاجه يعني بجد اكنها حقيقيه. فبعتها للمقربين مني. ايوه. خمسه بس. ثلاثه منهم جالي ان هم كذبوا هذا الخبر. اذا لازم نكون في منتهى الحرص والحذر احنا
بنتعامل مع أي معلومة تجيلنا، لأن نشر المعلومة من غير التأكد من صحتها ده مشكلة كبيرة جدا، وخاصة طبيعة المصريين. إن إحنا بنعمل إيه؟ حضرتك تقولي لي معلومة علشان أضيف جزء مني لازم أحط لها شوية فلفل وشطة وحاجات زي كده، ودي خطيرة. صحيح. لأن صحيح. فلفل وشطة عندي وفلفل وشطة عند غيري هتطلع مولعة في النهاية. صحيح. واللي هي لا يعني غير مرتبطة ولا غير صحيحة وهدامة. صحيح. إلى درجة كبيرة. دكتورة هالة، عندنا نقطتين في غاية الأهمية، بس اسمح لنا حضرتك بسرعة علشان وقتنا. أول حاجة لازم يعني بنتوجه بالنداء لكل أجهزة الدولة يكون في تواصل سريع ومباشر بين المواطن وما بين مثلا مركز المعلومات، ما بين كل جهة يكون عندها خط ساخن، إحنا سمعنا إشاعة كذا كذا، هل ده صح ولا غلط؟ أعتقد دي من النقاط المهمة جدا، مش عارف حضرتك هتتفقي معايا ولا لا، ان المواطن نحاول على طول نتجنب ونحاول نرفض اي شائعه ممكن تطلق في اي مجال من المجالات. دي نقطه مهمه جدا، لانه نتكلم برده عن النقطه الثانيه، بالتاكيد بيكون ليها اثار سلبيه سيئه جدا على الفرد، بتبث فينا روح الاحباط والهزيمه، فيعني اثارها سيئه جدا على الفرد وعلى المجتمع. نقطتين سريعا بقى دكتور. اولا بالنسبه لدور الدوله، دور الدوله هام جدا في نشر المعلومات الصحيحة. صحيح. والأخبار والإجراءات الصحيحة، وهذا لن يتم إلا في إطار الإعلان عن الإنجازات والإجراءات وما قد يحدث بلبلة في الفكر المصري. صحيح. وده من خلال منصتين في رأيي. أول حاجة المتحدث الرسمي باسم كل الوزارة. هيئة ووزارة. صحيح. حكومية يتحدث وبصفة مستمرة وبسرعة وبصفة مستمرة، التوقيت هنا مهم جدا، وكمان بيعمل زي بريس كونفرنس، يعني زي لقاء مع السادة الصحفيين أو المهتمين. صحيح. بالموضوع دوت يتكلموا فيه، وأي أسئلة جاية من الناس تنقل إلى المتحدث الرسمي ويرد في نفس اللحظة. صحيح. ولكي لا يترك أي باب مفتوح يدخل منه المتآمرون على مصر. صحيح. السؤال الثاني، وده جزء، وفي الحقيقة التلفزيون المصري وقناة القاهرة، مع الاحترام طبعا لقناة الثانية والأولى والتلفزيون المصري وماسبيرو، بتنزل في أحد برامجها وبصفة مستمرة على طول الشائعة والمصداقية بتاعتها أو الصح بتاعها إيه. تمام. ودي حاجة مهمة جدا. السؤال الأخير بتاع حضرتك، الشائعة بيكون لها دور سلبي جدا السلبي في نشر الإحباط على فكرة ممكن جدا يستخدموا أساليب جديدة، يقول لك أنا هزود لك مرتبك 1000 جنيه تقومي تتبسطي، فلما ما تحصلش إن في زيادة في المرتب 1000 جنيه هتقولي لا هي الحكومة بتكذب ولا ايه. إذن لازم نتوخى الحرص ونصل للمعلومة والمعرفة الصحيحة. صحيح. من صحيح. المصادر الصحيحة. صحيح. كده بنغتال ونوئد اي محاولات لهدم الدولة المصرية، ولن صحيح. تهدم، ومصر دائما وابدا ان شاء الله قادرة على من يتآمر عليها. بالكلمات الجميلة دي دكتورة هالة بنختم لقائنا مع حضرتك. مصر دائما وأبدا قادرة، ومصر قوية، وإن شاء الله نشوف مصر بلدنا الجميلة، مصر الأمل ومصر المستقبل. شرفتينا ونورتينا دكتورة هالة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل، ولكن هنرجع مرة تانية وفقرة هامة جدا ونموذج مشرف من نماذج المرأة المصرية، وسيادة السفيرة نجوى إبراهيم ودورها في دعم قضايا المرأة المصرية والأفريقية. فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونواصل لقائنا.